جديد مشاهدينا الكرام. الآن ينضم معي الدكتور ربيع حسين، مستشار سيكولوجي كلينيكي، مستشار التنمية البشرية والكوتشنج. مرحبا بك دكتور ربيع. أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بجميع الزائرين في معرض الرياض الدولي للكتاب. مبارك للمملكة العربية السعودية هذا المحفل الثقافي الكبير. شكرا لك. بالنسبة لهذا المحفل الثقافي الكبير، كيف وجدت معرض الدولي للكتاب؟ المعرض يتطور من عام إلى عام، المعرض هذا العام أكثر تنظيما، أكثر احتواء لعدد كبير من الكتب. سمعت أنه أكثر من 500 ألف كتاب موجودين، عدد الدول المشاركة أكبر، عدد دور النشر المشاركة أكبر، وتعرفت على دور مشاركة لأول مرة، وده انفتاح كبير ثقافي كبير. التنوع الثقافي في الكتب والمحتويات الثقافية، التنوع الثقافي للناشرين، استقطاب دول جديدة داخل المعرض، الحقيقة هو عرس ثقافي رائع. نعم، بالنسبة لي الصورة المنعكسة من هذا المعرض، كيف ترى صورة المجتمع السعودي اليوم؟ الصورة المنعكسة في معرض الرياض الدولي للكتاب تعكس رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تعكس التطور الذي نراه كل يوم في المملكة العربية السعودية. نعم. الانفتاح الثقافي على المستويات جماعية، يعني بنشوف أسر كاملة جاية موجودة، الأطفال موجودين، الكبار موجودين، الكل منفتح ثقافيا، الكل بدأ يذهب إلى المعرفة وإلى الحصول على المعلومة. أصبح معرض الكتاب مكان جاذب وجذاب لكل الحاضرين، لم يصبح مكانا مملا او كما كان في السابق. ما هي نقاط الجذب؟ لا يسعني المرور مرور الكرام كذا على نقاط الجذب، نقاط الجذب للزائرين كيف وجدتها او ما المميز؟ المميز كثره ورش العمل هذا العام اكثر من السابق، التنوع الثقافي في الكتب، نوعيه الكتب المعروضه اصبحت تركز على المشكلات الملموسه للمجتمع السعودي، المهارات المطلوب تطويرها في المجتمع السعودي، الامور اللي بيحتاجها بالفعل المواطن السعودي وحتى المقيمين في المملكه العربيه السعوديه. نعم، بالنسبه لتهافت دور النشر على معرض الرياض الدولي، ماذا يعني هذا التهافت؟ هذا التعدد يعني انفتاح المملكة العربية السعودية على العالم كله، الانفتاح الثقافي، الانفتاح الاجتماعي. المملكة العربية السعودية تعتبر لب في الوطن العربي وفي منطقة الشرق الأوسط، وهي منفتحة على جميع الثقافات رغم تمسكها بالعادات والتقاليد والأصول. هذا الانفتاح يعني أن المملكة تفتح ذراعيها لجميع المثقفين وجميع من يريد أن يفيد المملكة بالمعلومة الصحيحة، كما أنها تعمل على تطوير المواطن السعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية. تقول للجميع نحن نرحب بالتنوع الثقافي والانفتاح الثقافي، نحن مع العلم ومع التطور. نعم دكتور، أنت مشارك بإصدارين من كتبك، الأول هو مهارات التعامل مع الخلافات والثاني إدارة الخلافات الزوجية. صحيح. كيف كان حفل توقيع الكتاب؟ وحدثني عن هذين الكتاب. أنا بالفعل تشرفت في هذا المعرض بأني شاركت بكتابي مهارات التعامل مع الخلافات، وكان حفل التوقيع رائع ما شاء الله، ممتاز من جميع الإخوة الحاضرين، وكان طبعا حاضر سعوديون كثيرون وحاضر مقيمين. الكتاب يتناول أسباب الخلافات في حياتنا بشكل عام، سواء كان في بيئة العمل أو في البيئة الاجتماعية أو غيرها. نعم. والعمل على الحد من هذه الأسباب وكيفية الوقاية منها. أيضا بيتكلم عن أنواع المشكلات وكيفية تقسيمها، وبيتكلم عن أنماط الشخصيات أثناء الخلافات وكيف نتعامل مع كل نمط أثناء وقوع الخلاف، وكمان بيحط لنا خريطة واضحة لإدارة الخلافات. هذا مع تزايد الضغوط في هذا العصر المتسارعة أحداثه وزيادة المشكلات والخلافات، أصبحنا بنختلف على أدفع الأسباب. نعم. ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب. نعم. وعلشان ما خليش الكتاب بتاعي كبير، أفردت الخلافات الزوجية كتاب خاص بها، نظرا لحساسية الموضوع وأهمية الأسرة كلبنة للمجتمع بشكل عام وزيادة نسب الطلاق في مجتمعاتنا العربية بشكل عام. حطيت برضو عدد كبير من أسباب الخلافات الزوجية، ومنها رفع سقف التوقعات، منها العيش أو دخول الحياة الزوجية بعقلية العزوبية، إن عاوز أمارس الحياة الزوجية كعازب، منها اختلاف الأنماط الشخصية وعدم قدرتنا على احتواء أنماط الآخرين، منها العمل على فرض نمط الشخصي على الآخر. نعم. كمان أعطيت أمثلة كثيرة للخلافات الزوجية، وأعطيت تقسيم لهذه الأنواع مع أمثلة حية مما نراها في المجتمع السعودي أو مجتمعاتنا العربية، ثم وضعت خطوات واضحة لإدارة الخلافات الزوجية، الخلافات الناتجة عن الزوج أو الخلافات الناتجة عن الزوجة أو الخلافات الناتجة عن العوامل الخارجة عنهما. وضعت لها حلول وضعت لها طريقة الحلول. نعم. وفي نقطة مهمة لازم أقولها، أنه إدارة الخلافات لازم تكون نابعة منا، يعني لابد أن يكون لدينا رغبة حقيقية في إدارة الخلافات. البعض مننا أحيانا في ما نسميه
الحيل الدفاعية. أحيانا لما بيحصل خلاف أبدأ فورا وأنكر أن أنا سبب في هذا، أن سبب في هذا الخلاف. حيلة الإنكار حيلة مشكلة كبيرة من أسباب الخلافات. أيضا حيلة الإسقاط، أن أقول إيه أنا مشارك في الخلاف ولكن بسببك أنت. انفعالك هو الذي أدى إلى انفعالي. العمل على إنكار وجود الخلافات أو العمل على تبريرها وتفسيرها بأن الآخرين هم السبب فيها، مشكلتين رئيسيتين من مشكلات الخلافات في حياتنا. الكتاب هو فكرة، هذه الفكرة كم تأخذ من الوقت حتى يتم بلورتها لهذا الكتاب؟ طبعا الفكرة بتكون نابعة من خلال المجتمع اللي بنعيشه والعمل على الرغبة في خدمة هذا المجتمع. يعني أنا أقدم دائما الكتاب على أنه خدمة للمجتمع وحل لمشكلة أو تطوير لمهارات معينة في المجتمع. الفكرة بتكون في البداية الأول توفيق من الله عز وجل. بلورة الفكرة بتاخد حوالي شهر مثلا، جمع أطراف الكتاب من هنا وهناك يمكن بياخد من 3 أشهر إلى 6 أشهر، ثم العمل على جمع المادة وبلورة هذه الأفكار في صورة كتاب قد يأخذ عام كامل. ولذلك حفل التوقيع هو ثمرة عام كامل من التعب والسهر وجمع المعلومات وإعادة بلورة المعلومات. أنا دائما أقول كمن يجمع الفاكهة ثم يضعها في الخلاط لتخرج عصير سهل للوسائغ للشاربين. فالكتاب هو عصير، يعني يمثل المؤلف، يمثل أفكار المؤلف. بلورة وخروج الكتاب بهذا الشكل يأخذ مجهود كبير. يعطيك العافية دكتور، سعيدة بهذا اللقاء. الدكتور ربيع حسين مستشار سيكولوجي إكلينيكي ومستشار التنمية البشرية والكوتشنج. شكرا لطيب المشاهدة، مشاهدينا الكرام، يعطيكم العافية.